السعودية صوت العالم وأيقونته، تتجه بوصلة كبار قادة الاقتصاد نحو الرياض بعد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قمة مجموعة العشرين مساء اليوم بحضور قادة الجي 20. تناولت القمة اليوم أبرز الملفات والقضايا العالمية، بمقدمتها جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالإنسان والاقتصاد العالمي. وعول الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية التعاون الدولي في هذا الظرف الدقيق والحساس، مؤكداً إيمان قيادة المملكة بالنهج الجماعي والتشاركي كأفضل سبيل لمواجهة الأزمات العالمية. على الرغم من الأثر الكبير الذي تسببت به جائحة كورونا على اقتصادات دول العشرين، إلا أن الرئاسة السعودية لم تركز فقط على سبل تجنيب دول المجموعة تداعيات الأزمة الحالية، بل اهتمت بإنسان العالم ودعم الدول النامية وتعزيز صمود اقتصاداتها تجاه الجائحة. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته على أهمية قمة الرياض ودورها في إعادة الإطمئنان والأمل لشعوب العالم، عكسا ذلك حرص قيادة المملكة على دفع وتوحيد الجهود الدولية لكتابة فصل المواجهة الأهم في أزمة فاقت في تبعاتها تداعيات الحرب العالمية الثانية. المملكة تعتبر أول رئاسة لمجموعة العشرين تستضيف قمتين في عام واحد، حيث تصدت لمسؤولياتها التاريخية في أقل من أسبوعين من تصنيف كورونا جائحة عالمية بعقد قمة استثنائية. وستعمل قمة الرياض على تأكيد فعالية الجهود المشتركة بما في ذلك التعهدات المالية لتعزيز الاقتصاد ودفع جهود وإنتاج وتأمين اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات والحدود لتسهيل حركة التجارة والأفراد. سلطان السلمي، MBC.